ام جي اعز حاجه عندك كل يوم. كيفاش باش تغسل الماعون هذا الكل؟ بهذا جبت لك مخير بخيل سانكونا اللي يقضي على اصعب الدهون. قطره واحده من بخيل سانكونا تقضي على اصعب الدهون والبقايا اللاصقه. واو يلمعوا، وهذا من المسحه الاولى. بخيل رقم واحد في تونس. ذهبيه فاوحه وكل عطر بخيرها سابقه في كل وقت ما تلقاها كان هي، خاطر هي الحره والحلوه والذهبيه. زيت الزيتون الشعال بالطبيعة التونسية. محليها الحياة مع بريزيدان. حليب ديليس أحسن ما فهم. القيصر بنا تعيش معانا. ديليس أحسن ما فهم. بذرة صدق زرعناها كبرناها ولا نهار عليها بخلنا، جيل ورا جيل مسؤولية ورثناها. بعد 50 سنة بذرة صدق زرعناها محبة لقيناها. سيكام محبة وغرام. بتم أعز ما تختار. نيلاس تونوير ديكوراسيون اي ار دو تالي او ام اس طيب كيما ان غران شيف. ستانلي فير ديزاين فيلينغ. ما يكفيش إن عرفنا نخدموا الأرض باش تعطينا من كنوزها، ما يكفيش أن كبرنا لازم نقعدوا ديما محافظين على الوصول. ليبيدور هي الأصل. مرحبا بكم في بات الشيف لا روسيت، معكم إيميل بن سلامية. اليوم روسيتنا لليوم باش نطيبوا كسكسي اسمه كسكسي سماسم، معروف برشا في مستير، يعملوه ديما في العروسات. سبيسيال اللي فيه اللي هو بالثوم والتابل، هريسة عربي، شوية طماطم معجونة، باش نستعملوا طماطم معجونة سيكام اللي هي دوبل كونسنتري، فلفل أحمر، فلفل أكحل، فوالا. ألوغ أول حاجة الروسيت نتاعنا يلزمنا دو بريفيرونس ناخذوا اللحم بالعظم، خاطر العظم هو اللي باش يعطينا البنة نتاع الصوص. نحطوا هريسة عربي بزيت، نحطوا فلفل أحمر، نحطوا بزيت تابل زيدا، خاطر هو الكسكسي هذايا البنة اللي فيه هو التابل والثوم. شوية فلفل أكحل، شوية ملح. دونك حكتنا سيكام تتحل فاسيلمون. انظروا لها كيفاش ماشي جارية، لونها أحمر مزيان. نحطوا مغرفة طماطم، شوية زيت زيتونة. ألوغ ناخذوا اللحم متاعنا نخلطوه بليزيبيس الكل، نخليوه أموان أون أوغ يتفوح بليزيبيس باش يسامبخيني بليغو متاع الثوم والفلفل الأحمر والتابل والطماطم المعجونة بيان سور دوبل كونسنتخي دو سيكام. أونتخ تون نحطوا الميار اللي فوق الغاز وتابعوني باش نوريكم الباقي متاع لا غوسيت. ألوغ الماء متاعنا غلي، نجيو نرميو اللحم الكل ونخليوه يغلي ابوبخي 20 مينوت. تعديو 20 مينوت الماء يغلي باللحم، اشي مومون لا نزيدو كاس زيت. باه ناخذو الكسكسي متاعنا نصبولو شوية ماء شوية زيت. حطوا الكسكسي متاعنا يفور، انتخ تون تشموا في الريحة البنينة متاع الصوص متاع الكسكسي اللي هي معمولة بطماطم متاع سيكام بالثوم بالتابل بالهريسة العربي والفلفل الأكحل والملح. حطينا الكسكسي متاعنا يفور، نخليوه 20 مينوت ومن بعد نسقيوه. باش ناخذو نقليو غرينات فلفل بيان سور، ما يجيش كسكسي من غير فلفل مقلي. ناخذو قرون الفلفل نشقوهم، نحطو لهم شويه ملح، فما شكون يحط ملح وفلفل اكحل دا يجي بنين. تشوفوا في الكسكسي متاعنا قاعد يفور.
Alors, الزيت نتاعنا سخن. توا ناخذ كسكسينا نسقيوه. نخليو الكسكسي نتاعنا يشرب شويه الصوص نتاعو ونعملو الدريساج. فوالا الكسكسي نتاعنا حضر بنين شهي يعمل 66 كيف. ان شاء الله عجبتكم لا روسيت ونتقابلوا في الحلقه الجايه باتل شيف لا روسيت. ام جي اعز حاجه عندك كل يوم. كيفاش باش تغسل الماعون هذا الكل؟ بهذا جبت لك مخير بخيل سانكونا اللي يقضي على اصعب الدهون. قدره واحده من بخيل سانكونا تقضي على اصعب الدهون والبقايا اللاصقه. واو يلمعوا. وهذا من المسحه الاولى. بخيل رقم واحد في تونس. ذهبيه فاوحة وكل عطر بخيرها سابقة في كل وقت ما تلقاها كان هي خطر هي الحرة والحلوة والذهبية زيت الزيتون الشعال بالطبيعة التونسية محليها الحياة مع بريزيدان. حليب ديليس أحسن ما فهم. القيصر بنا تعيش معانا. دنيس أحسن ما فهم. بذرة صدق زرعناها كبرناها ولنهار عليها بخلنا جيل ورجيل مسؤولية ورثناها بعد 50 سنة بذرة صدق زرعناها محبة لقيناها سيكام محبة وغرام. بتام أعز ما تختار. ستانلي فيغ ديزاين فيلينغ. ما يكفيش ان عرفنا نخدموا الارض باش تعطينا من كنوزها، ما يكفيش ان كبرنا لازم نقعدوا ديما محافظين على الاصول. ليبيدور هي الاصل.